بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومواله. أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرتنا كبران تملكة تشاتشين انكوا لاند شيارات متوار بارات تنيا ومت هجرة يا رمضان ور بسلام أدرساتشو قلنا متوقعوا يه رمضان بإسلام مستلق بوتان دالي يتوقع لزام ركن من أركان الإسلام مهونو كلجنة تاتشن جمبران سن مارين برو أركان الإسلام لين ناقن يوالن باراتنيا الرجال نتي سلمنا مساتوش كابت تبلو كمي تكسو باراتنيا الرجال نت لين من ملكتو يا رمضان صوم هنو ناقن يوالن لازيهم مسلموت ويم إسلام براسو لرمضان تلك بوتا ستو تال كان السلف يدعون الله سبحانه وتعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان سلفوش كدمتوش الله سبحانه وتعالى يا رمضان ورندا درساتو لا تكتاتا يسدست ورات كتش بلو دعاء درقنا بر يا رحمن يا الله يهن رمضان أدرسن يا لدعاء ربنا بر الناس بمن أين توني تالين قبلين بر ميلون راسات يتكلم بإذن الله جل ذكره كزام رمضان كجب أبوها لا كتش بلو جد واجتهد بتأمي تنكر له يبرد تلو رمضان لا يمسلات ميجبات شون مارلك ميجبات شون عبادة وتشادر قالو بزي ملك خسر لف أبوها لا فإذا انقضى رمضان رمضان يالك أجزي يالف أجزي دقنا دقمو جلسوا خمسة أشهر أمستورات كتش لالو يا رحمن رمضان أتشن تكبلا يا إله الكون سرات المكولا الرقو يالو الله أني ما سعلو بتزاري نزيك أدام توش سلفو من هذا الرقو مالتنو أمتون مولو سلا رمضان بيتشا ياسبو رمضان لا رساة شو سدستور رمضان كدر رسابو هلا رقمو رمضان بعبادة ما سلف سبات تنور كلف أبو هلا رقمو أمستور أسرا هلا تورات بمولو سلا رمضان ناس سلا رمضان بيتشا ياسبو يا يتبكو تنبر بسوست يالفو بثنبر كذا أبو هلام دقمو كلف أبو هلا تقبل إني هلو الله قار عبادة أدرقو نبر سلازي إني زاري الله سبحانه وتعالى لزي رمضان أدرسونا لنا بمن أين توني تلنا سلف يقبل لي ملون راسا تشنن لنتأي يقبل راسا تشنن لنا زقاج يقبل ليه زاري يمجم مريا رمضان كأنونا بزيه رمضان يمجم مريا كأن دقمو كهنو جمرا سراوت يمجم مريا مشاء لبن الله سبحانه وتعالى سلا رمضان سيناقر لك إنه نسيوسا كقرآن قريا قنان يوالا من يلال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يهي رمضان وار يهي ورها رمضان أنزل فيه القرآن بس قرآن يورد بتي هنا ورنا يلنا سلازي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يالي كتلال يهي ننتا سبي معرق الماهر ألماك في إيتوبيا ويان ناتو لدى إيتوبيا ويان يقول لين القرآن للدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سلهونا قرآن يوربت ور سلهونا إنيا إيتوبيا وانوش تقمو فقرآن قزيات شندرنا سالف بمي للسابي علما كيف يا إيتوبيا وانا تولد إيتوبيا وانا أولان قرآن ودر أزقاجتو لتكتاتي يا رمضان كانت بزيه ورنان تندرس يا رغنا مالتنو وددرون قريش ندام يتاوك أو وددرو بهولة تزارف نمي كهيرو عند يا قرآن حفظ وددر على يا قرآن حفظ وددر مالت بمراجعة درجة بتجويد درجة سووش زيغار كربو بأولاين باكال سايقنيو بأولاين كوش بلو يتهو رادارو راسات شون ودا قرآن يالله شون بقات ميا سايوبات اندهم داقمو بدمس مالت يدمس اوبات ودردر با قرآن دمسن اسوبو بمكرات مالتنو انا بازي بهلت منقاد يمي دارا قرددرن ازاقاجتو الماهير علما كافي ايتوبيريان أولاين قرآن ودردر كانان تقار رمضان المولو بإذن الله تعالى قوي تهرقال لنزي تورا داريوش لنزي تورا داريوش ليت تيالونا داغوست تيالو شلماتوشين بس تمج عرشا يميش اللمسي هون نان تنتم الكاتوشتاتشين داقمو بكبرة قبجة يهن بروغام اند التكتات تلونا التكامي اند تهونو سيقابز باتا لك دستانو بإذن الله تعالى يه الماهر علما كاف ايتوبيا ناثل دا ايتوبيا ني قرآن ودردر بثلا يو علما قرات يالو سووشين ايتوبيا يانوشين نيمي ورا درسي هون اندهم داقمو كهاجاروست يتمزقبو يالونا በዝግጅት ላይ ያሉ ከኛ ጋር ሲመዘገቡ የነበሩ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። በክልል ደረጃ ከተለያዩ ክልሎች እየተመዘገቡ ያሉ ከተለያዩ ክፍለ ሀገራቶች እየተመዘገቡ ያሉ ተወዳዳሪዎች አሉ። እነሱን በመዳኘት ዳኞች የሚስጣቸውን ትምህርቶችም ከነሱ በመቅሰምና ቁርአናችንን አስተካክለን ቀርተን ይህንን የቁርአን ወር ከቁርአን ጋር ያለን علاقه ከቁርአን ጋር ያለን ግንኙነት አስፍተን እንድንጠቀምበት الماهر انكاشو تقابزو لن يالي قنيال مالاتنو يهو ردري متناكو بسوست كفلوش نميهون ان شاء الله سوست زرو ردروش درقالو نزا سوست ردروش انقديه قرآن نيزو مودك اللم قرآن نيازا سو بمولو عشان نافينو لازيهم قرآن نيزو ودكو يالنا شو سيهون يبلت قرآن اندقمو بدن بيميك ارو سووشين آخرا بسوست زرو ردرك هادر رقنبو هالا الماهر داقو سيالونا በጣም አጓጉ የሆኑ ሽልማቶችን አዘጋጅቶ ለነሱ የሚጠብቃቸውን የሚሆነው ማለት ነው።
ስለዚህ ሁላችንም የተመዘገባችሁና በዚህ ውድድር ለመሳተፍ ራሳችሁን ያዘጋጃችሁ ሰዎች ይበልጥ ራሳችሁን ያዘጋጃችሁ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ውድድር ለመሳተፍ ዝግጁ ያልሆናችሁ በተለያየ አጋጣሚ ራሳችሁ ቤታችሁ ሆናችሁ የቁርአንን አህካም ህጋት እየተማማርንበት የምንዘልቅበት በጣም ቆንጆ የሆነ ፕሮግራም ስለሆነ በዚህ ይህ ፕሮግራም እንዳልፈን ሰዓታችንን ሰጥተን እንድንትከታተለው በሰፊው ቦታ እንዲሰጠው ጋብዛለሁኝ ኢንሻአላሁ ተዓላ። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ይህ ፕሮግራም በመርከዝ ጃዕፈር ጠያር መርከዝ ቲቢያን እንዲሁም በሀሩን ሚዲያ የጋራ ትብብር ተሰርቶ በአፍሪካ ቲቪ፣ ሃሚልተን ቲቪ፣ ዳዕዋ ቲቪ እንዲሁም ሀሩን ሚዲያ ዩቱብ ቻናል ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው። እየደረሰም ይገኛል ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ። ከዚህ በተጨማሪ እናንተ ተመልካቾቻችን የምንጠይቃችሁ ምንድን ነው፣ በዚህ ዳኝነት ላይ ስንሳተፍ ዳኞች የራሳቸው የዳኝነት ቴክኒካዊ ጉዳዮች ላይ የሚዳኙበት መንገድ አለ። ዓለም አቀፍ የሆኑ የቁርአን መዳኛ መንገዶች ስላሉ በዛ መንገድ ይዳኛሉ። ተመልካች እንደ ተመልካች ምንድን ነው ይሄ ሰው ምን እያደረገ ነው ያለው፣ የትኛው ነው ጥፋቱ፣ የትኛው ነው ትክክሉ የሚለውን ደግሞ እናንተ ተመልካቾች በደንብ የተካተላችሁ በጋራ የምንዳኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ። ስለዚህ እናንተ በቁርአን ደረጃ በጣም የተሻለ ቀርቷል ብላችሁ የምታስቡትን በሀሩን ሚዲያ ዩቱብ ቻናል ስለሚለቀቅ በአጋጣሚ በተለያየ መንገድ ይህን ፕሮግራም መከታተል ያልቻላችሁና ያለፋችሁ ሰዎች ሀሩን ሚዲያ ዩቱብ ቻናል ላይ በመግባት ዳኝነታችሁን ከታች በኮሜንት እንድታሳውቁን ይህን ቀርቷል ይሄ ኸጣ አለ ያላችሁም ሀሳብ የመለዋወጥ ሁኔታዎችም እንዲኖሩ እንጋብዛለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ቆይታችንን ከእናንተ ጋር ነው የምናደርገው ኢንሻአላሁ ተዓላ። ለዛሬ ይህን ያክል ካልን ቀጥታ በጣም በጥሩ ሁኔታ ቁርአንን እየቀሩ ወደ እናንተ ለማድረስ የተዘጋጁ ተወዳዳሪዎችና ፍትሐዊ በሆነ መንገድ የአላህን ቃል ስብሓነሁ ወተዓላ ለመዳኘት ከተቀመጡ ዳኞቻችን ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ ጋበዝኩኝ። በመጀመሪያ የምንመለከተው የሕፍዝ ተወዳዳሪዎችን ነው የሚሆነው። እነዚህን የሕፍዝ ተወዳዳሪዎች አብረን እንዳኝ፣ እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። ከሕፍዝ ተወዳዳሪዎችና ከዳኞች ጋር መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ويقوى السد في وجه الغواية إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهداية حكمنا على ماغنيت ودوج هاجر منكراتت تاريك هنا امين اتقالاي هوسبيتال የካፒታል ልምድ ባላችሁ ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን። የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች፣ የጨጓራ አንጀትና ጉበት፣ የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ፣ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና፣ የአጥንት የኩላሊት እጥበት ዳያሊሲስ፣ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ፣ የህፃናት ህክምና፣ የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና፣ ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጨቅላ ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር፣ የድንገተኛ የነርቭ የካንሰር ህክምና፣ እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው። የተቀላጠፈ አገልግሎት፣ እንክብካቤ፣ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የላቦራቶሪ የሲቲ ስካን፣ የፎርዲ አልትራሳውንድ፣ የዲጂታል ኤክስሬይ፣ የኢኮካርዲዮግራፊ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን። ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው። ይምጡ፣ በአገልግሎታችን ይረካሉ፣ ጤናን እናስቀድማለን። አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ፣ ስልክ 0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶችን መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ወደ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ብቅ ይበሉ። አልሞሃ ላይ መጥተው ምን አተው? የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ጀለቢያዎች፣ ካፖርቶች፣ አብያና ጅልባቦች እንዲሁም ለሰርግና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚማርኩ ልብሶችን በትዕዛዝ እንሰራለን። በብዛት ወስዳችሁ ማከፋፈል ለምትፈልጉ ታላቅ ቅናሽ እናደርጋለን። አድራሻችን ጀመሁለት ሰይድ ያሲን ህንፃ ከንግድ ባንክ አጠገብ አንደኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0988 57 67 82 ላይ ይደውሉ።
علموها يلبس سفيت عقل قلو دوم يا حبيبي فعلى الدنيا السلام الوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. إن شاء الله تعالى مجمّر يوتو دادار ميهون ماننو عز الدين الياس. اقرأ من قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم. أعيد الآية. عز الدين السمال. أعيد الآية. أعيد. أستكاكل. آية أستكاكل. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. حسبك بارك الله فيك. ما شاء الله. اقرأ من قول الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم
لستكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. حسبك، ما شاء الله. اقرأ من قول الله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم لتنذر قوما ما آتاهم أستكاك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا
أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. جزاك الله خير ما شاء الله. خلاص أحسنت. ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. اقرأ من قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ليركمه جميعا فيجعله ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. حسبك بارك الله فيك. اقرأ من قول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين أستكاكل فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ثم أغرقنا إن في ذلك لآية فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فنجيناه ومن معه أجمعين حياتنا قلت هوال قناة استكاكل فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين حسبك بارك الله فيك اقرأ من قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ
فزعوا فلا فوت وأخفوا من مكان قريب. بارك الله فيك، ما شاء الله. بالوحيين إشراق البرايا، ويقوى السد في وجه الغوايا، إلى الرحمن يممنا المطايا. كتاب الله منهل كل ضام، ومورد من تعطش للهدايا. اقرأ من قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بديء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. حسبك، بارك الله فيك. اقرأ من قول الله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري حسبك ما شاء الله اقرأ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا
إن الله يحب المقسطين. اسمك ما شاء الله بكى ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك. أحسن الله إليك. بالوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. كبراتنا كبران تملكاتو تشاتشين تملشو متشالو قويتان دي تنبر كحفظ ተወራዳሪዎች ጋራ ወይም የቁርአን ሙራጃዓና ተጅዊድ በደንብ አርቀቀው እየቀሩ ካሉ ተወራዳሪዎቻችን ጋራ የነበራችሁ ቆይታ በጣም ቆንጆ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁኝ። ለዚህም ሁላችንም የተማርናቸው ትምህርቶች እንደሚኖሩ ማስባለሁኝ። ተወራዳሪዎች በተቻለ መጠን በተሻለ ሁኔታ ላይ ያሉ ሰዎች ተብለው የሚታሰቡ እንደመሆናቸው ከነሱ ምን ወስዳቸው የተጅዊድ አህካሞችና የቁርአን ትምህርቶች እንዳሉ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዳኞችም ሲሰጡ የነበሩ አንዳንድ ሙልሐዋዎችን ተመልክተናልና ጥሩ ቆይታ ነው باذن الله تعالى. ሚያጅበው ነገር ይሄንን ቁርአን ስንመለከት ተወራዳሪዎችን ስንመለከት ምናስተውለውና ለናስተውለው የሚገባ የቁርአን አንቀጽ አለ በየሳለሁ እሱ ምንድነው ኢና ነህኑ نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله جل ذكره እኛ ይሄንን ቁርአን نزلنا الذكر ይሄንን ቁርአን አወረድነው ከዛ ምን አለ وإنا له لحافظون እኛም ለሱ ጠባቂዎች ነን እንጠብቀዋለን ኢላ ቂያሚ ሰዓ ድረስ ቁርአን አይበረዝም አይደለዝም حتى የተጅዊድ አህካሞች እንኳን አይበላሹም ሲል الله سبحانه وتعالى قال ገብቷል ይሄ ያላህ ቃል እውን መሆኑን ማረጋገጥበት ከዛሬ 1400 ምናምን አመት በፊት የነበረ ቁርአን ዛሬ ድረስ አንድ ተሐርፍ ሳትዘነፍ አንድ የተጅዊድ አህካም ሳትዘነፍ እዚህ ለመድረሱ ይሄንንም ደግሞ ያየናቸው ተወራዳሪዎቻችን አስመስክረውልናል ለያቂያም ሰዓ እንደሚከተልም የመሰከርንበት ሁኔታን ያለው ማለት ነው ይሄ ቁርአን የሚባለው ነገር ጣም ትልቅ ተአምር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለተለያዩ ነቢያቶች ሚገራርሙ አጃኢብ ያላቸውን ተአምራቶች ይስጣቸዋልና ከሁሉም ከነቢያቶች በሙሉ ግን በአጠቃላይ ትልቁን ተአምር የተሰጡት ረሱል መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው ለነዒሳ የተለያዩ ተአምራቶችን የሰው ልጅ እስከማዳን ተስተዋቸዋል ለሙሳ አላህን አናገረዋል ነሳሊህ ከተራራ ውስጥ ግመል ነው ተዋል ሌሎች ነቢያቶችም እንደ ተአምር ሰጥተዋቸዋል የተአምራቶቹ ቁንጮ ዋናው ተአምር ግን ቁርአን ነውና አላህም እንደሚጠብቀው ቃል ገብቷል ለዛም የሚገርም ነገር ሌሎች መጽሐፍቶች በተለያዩ ነቢያቶች ላይ ወርደዋል አላህ ግን እነዛ መጽሐፍቶች እንደሚጠብቃቸው ቃል አልገባም ይሄንን ቁርአን ግን እንደሚጠብቀው ራሱ ቃል ይገባበት ሁኔታ ስላለ አጂብ የሚያሰኝና ታላቂ አላህ ተአምር ነው እኛ ሙስሊሞችም ይሄንን ያላህን ቃል ቁርአንን መጠበቅ ትልቅ ሐላፊነት ነው በሁላችን ላይ የሚጠበቅ አንድ ትልቅ ዓሊም ሸውቅ የሚባሉ ምን ይላሉ اتى النبيون بالايات فانصرمت ይላሉ اتى النبيون بالايات فانصرمت وجئتنا بعظيم غير منصرم اياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم من معناتهم اتى النبيون بالايات فانصرمت نبياتوچكو باياتوچ بتامراتوچ متو فانصرمت طفاچ وجئتنا بعظيم غير منصرم انت دغمو بتلك نجر متاهن بتلك تامر يزهل متا ዘመናት በጨመሩ ቁጥር ግዚያቶች በሄዱ ቁጥር ተአምራቶቹ ይበልጥ እየገዘፉ የሚሄዱና የሚታዩ የሚወጡ የሆነውን ቁርአን ይዘህልን መጣ ለዚህ ይሄ ቁርአን ትልቅ የሆነ ተአምር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለህይወታችን መመሪያ አድርጎ የሰጠን ነውና ዛሬም ከተወራዳሪዎቻችን የተመለከት ነው አላህ ይሄንን ቁርአን እንደሚጠብቅ ቃል የገባውን ነገር ተግባራዊ ያደረገ እንደሆነ አስተውለንበታል مرحبا ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ አክብራችሁ ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብና መሰግናለን ከአሁን ቀጥሎ ደግሞ በአልማሂሪ ኦንላይን ቁርአን ውድድር ወደ እናንተ እየደረሰ ያለውን ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ እየቀረበ ያለውን ይህንን ፕሮግራም በድምጽ ተወላዳሪዎቻችን አስውበን አድምቀን አሸብርቀን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን ጨርሰናልና አሁን ላይ ከዳኞችና ከድምጽ ተወላዳሪዎቻችን ጋር ቁርአንን አስውቦ በመቅራት በሚያምር ድምጽ በመቅራት ከሚወላደሩ ተወላዳሪዎቻችን ጋራ መልካም ቆይታ ተመኘሁላችሁ እነዚህ ተወራዳሪዎች ምናልባትም ቁርአንን ሐፈዝ ላይ ተጠበቅባቸው ይችላል በድምጽ ውድድር ላይ ትኩረት የሚደረገው የድምጽ ቁንጅና ማለት የድምጽ ውበት ሰዎችን ሊማርክ የሚችል ድምጽ ውበት ነው ያኛው የተጅዊድ አህካሞች ይያዙበታል የሐፍዝ ውድድር ላይ እዚህኛው ላይ ግን ይበልጥ የተማረክንበትን የሚዳኝበት ሁኔታ ስላለ በተለይ ድምጽ ውድድር ላይ ደግሞ ሁላችሁም በዳኝነት መሳተፍ ትችላላችሁ ለዛም አብራችሁ እንድትቆዩና እንድትከታተሉ በዳኝነት ላይ እንድትሳተፉ ይበልጥ ይሄ ሰው
ወድጃለሁ ድምጹ ተመችቶኛል ብላችሁ ምታስቡትን ተወራዳሪ በሃሩ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ኮሜንት ላይ ታስቀምጡናላችሁ እንመለከታለን የናንተ አስተያየት ሐሳብ ኮሜንታችሁ ለተወራዳሪዎችም ሆነ ለኛ ዳኝነት ወሳኝ እንደመሆኑ ሁላችሁም ተሳተፉ ስለጋብዛለሁ ከድምጽና ተወራዳሪዎችና ከዳኞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ተመልሼ እመጣለሁ ህክምና ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር መንከራተት ታሪክ ሆነ አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል የካበተ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች የጨጓራ አንጀትና ጉበት የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና የአጥንት የኩላሊት ጥበት ዳያሊሲስ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ የህፃናት ህክምና የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጨቅላ ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር የድንገተኛ የነርቭ የካንሰር ህክምና እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው የተቀላጠፈ አገልግሎት እንከበካቤ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው የላብራቶሪ የሲቲ ስካን የፎርዲ አልትራሳውንድ የዲጂታል ኤክስሬይ የኢኮካርዲዮግራፊ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎትን ሰጣለን ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው ይምጡ በአገልግሎታችን ይረካሉ ጤናን እናስቀድማለን አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ ስልክ 0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል والسد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا عرف بنفسك ومن أين وكذا والعمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير شيخ عبد الرحمن نحن نريد الصوت ها؟ ليس نحن لسنا في المقرأة تذكر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. صوتك يبعد أحيانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله حسبك بارك الله فيك. بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حسبك حسبك بارك الله فيك. ህክምና ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር መንከራተት ታሪክ ሆነ። አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል የካፒታል ልምድ ባላችሁ ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን። የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች የጨጓራ አንጀትና ጉበት የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና የአጥንት የኩላሊት ጥበት ዳያሊሲስ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ የህፃናት ህክምና የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጨቅላ ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር የድንገተኛ የነርቭ የካንሰር ህክምና እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው። የተቀላጠፈ አገልግሎት እንክብካቤ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የላብራቶሪ የሲቲ ስካን የፎርዲ አልትራሳውንድ የዲጂታል ኤክስሬይ የኢኮካርዲዮግራፊ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን። ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው። ይምጡ፣ በአገልግሎታችን ይረካሉ፣ ጤናን እናስቀድማለን። አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ፣ ስልክ 0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶችን መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ወደ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ብቅ ይበሉ። አልሞሃ ላይ መተው ምን አተው? የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ጀለቢያዎች፣ ካፖርቶች፣ አብያና ጅልባቦች እንዲሁም ለሰርግና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚማርኩ ልብሶችን በትዕዛዝ እንሰራለን። በብዛት ወስዳችሁ ማከፋፈል ለምትፈልጉ ታላቅ ቅናሽ እናደርጋለን። አድራሻችን ጀመሁለት ሰይድ ያሲን ህንፃ ከንግድ ባንክ አጠገብ አንደኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0988 57 6782 ላይ ይደውሉ። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። يا حبيبي فعلى الدنيا سلامي الوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. مرحبا تملشي ما تشالو يزاريو يا رمضان أنت يا مجمري زور يا الماهيري أونلاين قرآن ودر بحفظ درجة كرفت بفيتي نبرون تملكتنا لسي ورادري نبروتن أهون دقمو بدمزي تورادر وتورادروتن تملكتن تملسان لنا نقديه ندورانو وندتنا عقرنو دانينتو ينان تمجمرنو ما أنن أدنك أتشوه ما أن تمتشاتشوه የእናንተን ሐሳብ ታስቀምጡላችሁ ኢንሻአላሁ ተዓላ። በጥቅሉ የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በየጊዜው በየዕለቱ መጨረሻ ላይ የሚጠየቁ የቁርአን ፕሮግራም እንደመሆኑ አንዳንድ ቁርአናዊ ጥያቄዎችና የተጅዊድ አህካም ጥያቄዎች ስለሚኖሩን እነሱን አሁን የማቀርባችሁ ሳደርሳል። አንድ ጥያቄ በየቀኑ ስጣችኋለሁ። እነዛን ጥያቄዎች የምትመልሱልን በሐሩን ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ኮሜንት ማስቀመጫ ላይ ታስቀምጡልናላችሁ። መጀመሪያ የመለሰውን ሰው በተከታታይ 10 ጥያቄዎችን የመለሰ ሰው በጣም ቆንጆ የሆነ ሽልማት እንደምንሸልም ቃል እየገባን ጥያቄውን አስቀምጥላችኋለሁ። ከጥያቄው በኋላ ሰናበታችኋለሁ። ሁላችሁም በዚህ ፕሮግራም ላይ የተሳተፋችሁ ተሸላሚ እንድትሆኑም ግብዣችን ነው። ቢኢዝኒላሂ ተዓላ መርሐባ። የመጀመሪያ ጥያቄያችን በአልማሂሪ ኦንላይን ቁርአን ውድድር ላይ የመጀመሪያ ጥያቄያችን መኻሪጁል ሑሩፍ፣ የአረበኛ ፊደላት መውጫ ቦታዎች ስንት ናቸው? ምናልባት የሚነገሩ ኺላፋቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ይበልጥ ግልጽ አድርጎ የጻፈውን ሰው ነው የምንሸልመው።
በመጀመሪያ ጥያቄ በአንድ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ተከታታይ ጥያቄዎችን በየቀኑ ስናስቀምጥ ይበልጥ ትክክል የመለሰና ይበልጥ ደግሞ ቀድሞ የመለሰውን ሰው ነው የምንሸልመው ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። ጥያቄያችን ምንድን ነው? ደግሞ አለሁኝ መኻሪጁ ልሑሩፍ የፊደላት መውጫ ቦታዎች የሚባሉት ስንት ናቸው? ከዛም እኒኒኒኒኒ ብሎ ዘርዝሮ ማስቀመጥ ማለት ነው። የአልማሂር ኦንላይን ቁርአን ውድድር ፕሮግራማችን እዚህ ጋር ያበቃል። የዛሬው ኢንሻ አላሁ ተዓላ በጣም ጥሩ ትምህርት እንደወሰዳችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህ ፕሮግራም በመርከዝ ጃዕፈር ጠያር ሃሩን ሚዲያ እንዲሁም በመርከዝ ቲቪያን ተዘጋጅቶ በአፍሪካ ቲቪ፣ ሃሚልተን ቲቪ እና ዳዕዋ ቲቪ እንዲሁም በሃሩን ሚዲያ ዩቱብ ቻናል እናንተ እየደረሰ የነበረው ፕሮግራም ነበረ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን፣ እናከብራችኋለን። ይህ ረመዳን ይበልጥ ወደ አላህ ተቃርበን እና ዘለቂታ ያለው ዒባዳ ተላምደን የምንወጣበት ረመዳን እንዲሆን እመኛለሁኝ። ዱዓዬም ነው። ሁላችሁ በዱዓ ትርሱን ላለሁኝ እዚህ ጋር አቆማለሁ እኔ። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።